اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، أنت ربنا ورب كل شيء، وأنت رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلينا وعلى عبادك الصالحين أجمعين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماد فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استعثرت به في علم غيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن تعيد السلام والأمن إلى ديارنا وإلى مدننا وقرانا وإلى كل مكان في بلدنا بوركينا فاسو. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تهلكنا بما فعل العصاة والظلمة منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا ويسر عسرنا واشف مرضانا وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أنت بحالنا خبير وعلى خلاصنا قدير وهو عليك يسير، فامنن علينا بقضائه يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم أعد الأمن والسلام والاستقرار إلى جيراننا في مالي ونيجر يا خير الناصرين ويا خير الحافظين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واهدنا صراطك المستقيم، ونجنا من القوم الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.